الأسبوع الثامن رح يجهز بعد ساعة إن شاء الله من هلا من تنزيل هذا الفيديو. فأنا هلا بهذا الفيديو رح أشرح لك الأسبوع الثامن كامل، وإن شاء الله بالنسبة للسحب اللي عملته بالأسبوع السابع اللي هو لشخصين لكل شخص $5 رح أعلن عنه بنهاية هذا الفيديو، ورح أعلن عن سحب جديد كمان لشخصين لكل شخص $5. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. شباب بالنسبة للأسبوع الثامن في تحديات جديدة نازلة معنا اللي هي عن مركبة السيارات. رح يصير معنا نوع جديد من التحديات اللي هو عن السيارات اللي نزلت معنا باللعبة. هلا خلينا أول شي نبتدي بالتحديات. التحديات شوي بسيطة هذا الأسبوع يا شباب. التحدي الأول بيطلب منك إنك أنت تفتح 7 شيست بمنطقة فرينزي فارم. منطقة فرينزي فارم اللي ظاهرة أمامك هي، كل عليك إنك أنت بتنزل عليها بتفتح 7 صناديق شيست وهيك أنت تكون خلصت التحدي. والتحدي الثاني اللي بعده بيطلب منك إنك أنت تقتل 3 أشخاص بمنطقة سيلتي سبرينج. منطقة سيلتي اللي زارها امامك بالخريطة، كل عليك انك انت بتنزل لهنيك وبتقتل 3 اشخاص بتفنشهم على الاخر، وهيك انت تكون خلصت هذا التحدي. والتحدي اللي بعده اللي هو مكرر معنا من الاسبوعين الماضيين، اللي هو كل عليك انك انت تكمل سباق بالقارب. هذا يا شباب التحدي من عاد معنا. هاي المنطقة اللي شايفها امامك قريبة على ميستي، كل عليك انك انت تروح لهنيك تاخذ قارب وتاخذ القارب يعني وتروح عند الاشارة اللي هي عند الرمز تبع بداية السباق وتبتدي السباق. طبعا انت واضح امامك الفيديو اللي انا وعم بحكي، هذا هو المطلوب منك انك انت بتاخذ القارب بتروح بتساوي هنيك بتوقف هنيك يعني، وبتستنى لما يمشي الوقت وبتفوت بهي بتاخذ السباق وبتخلصه. يعني هو السباق على طبيعي ما بده شرح، هذا التحدي ما بده شرح بس لانه مشان تعرف وين مكانه. هذا هو مكان التحدي، بتروح لانك تاخذ القارب وتبلش السباق. اما بالنسبه بقى للتحدي الرابع اللي هو معنا رح يكون جديد من نوعه، التحدي رح يكون شوي صعب. انا عم اقول لك انه هذا التحدي رح يكون شوي صعب عليك، مو انك انت تعمله لانه رح يكون في تخريب عليك بالنسبه لهذا التحدي. بهذا التحدي يا شباب اللي هو تبع التحدي الرابع بيطلب منك انك انت تاخذ سياره جديده فايكل، بدك تاخذها تروح فيها من ريتارو لبليزنت بارك لمدة 4 دقائق، يعني كأنك عم تسابق، كأنك عم تلعب نيد فور سبيد بشكل نظامي. يعني بدك تاخذ سيارة، وأنا بنصحك بهذا التحدي تاخذ السيارة اللي هي السبورت الرياضية، لا تاخذ الشاحنة أو تاخذ التراكس هي الكبيرة. كل عليك إنك أنت بتاخذ السباقية اللي هي الصغيرة أو التاكسي، لا تاخذ الكبار لأنه هدول أسرع بالنسبة للشاحنة أو الثاني التراكس اللي مدري شو بيقولوا عليها. فهذا هو التحدي. التحدي هذا بيطلب منك إنك أنت تاخذ سيارة من منطقة ريتارو، تركب السيارة وتروح فيها لمنطقة بليزنت بارك بمدة 4 دقائق. طبعا انا عم بحكي عم ورجيك شلون المقطع رح يكون او شلون رح يكون الطريق، وانا هلا رح اتركك مع مقطع صغير مسرع كمان رح ورجيك شلون رح يكون الطريق، لانه انت رح تضطر توقف تعبي بنزين للسيارة لانه البنزين ما حيكفيك من منطقة ريتارو لبليزنت. ما بعرف هلا هيك بقى نظام تحديات جديد، والفايكل اللي هي السيارة صار معنا شيء جديد هلا وسؤالة جديدة بالنسبة للعبة فورتنايت. فرح اتركك مع مقطع صغير مسرع مشان ما اطول عليك بالفيديو وتشوف شلون بصير هذا التحدي. اما بالنسبه للتحدي الخامس، التحدي الخامس بيطلب منك انك انت تجمع 500 خشبه بمنطقه هولي هيج. منطقه هولي هيج ظاهره امامك، كل عليك انك انت بتنزل لهنيك وتجمع 500 خشب. بدك تكسر البيوت، تكسر الشجر، تكسر اي شيء بيعطيك خشب لتجمع 500، وهيك انت تكون خلصت هذا التحدي. وننتقل بعد منه للتحديات السادس والسابع. انا ليش دائما عم بجمع السادس والسابع يا شباب؟ لانه السادس والسابع نفس بعض، ومشان تعرف التحديات كلها بتعطيك 35000 اكس بي، كل تحدي بيعطيك 35000 اكس بي. وهلا خليني اقول لك على التحدي السادس والسابع. التحدي السادس والسابع صاروا هدول دائما معنا اسبوعيا، نوع جديد من التحديات شركة فورتنايت اعلنت عنه من تحديات الاسبوع الخامس تقريبا لهذا السيزون. هلا بالنسبة للتحدي السادس يا شباب، التحدي السادس انت مطلوب منك انك تدمج الاعداء من الفايكل اللي هي السيارة، الفايكل يعني اللي هي السيارة. كل عليك انك انت بتركب السيارة، مو معروف شلون، هل انت لازم تدعس الناس بالسيارة او انت لازم تدمج الشخص انك تطلع من الشباك وتدمجه، لحد الان مو معروف لانه هذا التحدي الاول من نوعه. بس انا بتوقع انك انت لازم تدعس واحد بالسيارة، لانه هذا التحدي مو مطلوب منك عدد معين من الدمج، لا مطلوب منك انك انت تدعس، يعني انه مطلوب منك واحد، مطلوب منك انك انت تدمج شخص واحد، هيك مكتوب. بس معناته
معناته انك انت لازم تدعس شخص واحد وتدمجه بالسيارة وهيك انت بتكون خلصت التحدي. وبيطلب منك انك انسايد افايكل يعني من جوات السيارة، هذا هو التحدي. فمطلوب منك يا اما تدعس شخص من داخل السيارة انت وعم تسوق، يا اما تطلع من الشباك وتدمجه. طبعا هدول هن الخيارين سهلين جدا بتقدر تساويهم بنفس الوقت، بس انا شرحت لك انك انت لازم يكون عندك فكرة عن هذا الموضوع. اما بالنسبة للتحدي السابع اللي انا دائما عم بجمع السادس والسابع مع بعض وعم اقول انه هن نفس الشيء، التحدي بقى اللي بعده اللي هو السابع، مطلوب منك انك انت تدمج الاعداء 10,000. مطلوب منك انك انت تدمج الاعداء 10,000 ولكن مو لوحدك، انت واصدقائك. يعني بتقدر تلعب سكواد، لو انت عندك سكواد بتلعب معه بشكل دائم، كل عليك انك انت تروح مع السكواد تبعك وتدمج الاعداء من السيارة. يعني تدمج الاعداء السيارة، ممكن رفقاتك يطلعوا بنفس السيارة اللي انت فيها ويدمجوا الناس من السيارة، او يضربوا على الناس يعني بالاسولت، او يضربوا باي شيء كان ويدمجوا الناس، وهيك انتوا بتخلصوا هذا التحدي. او هو مطلوب منك انك انت تدعس بالناس بالسيارة انت واصدقائك، كمان بينحسب. يعني المهم انه هذا التحدي بينحسب ما هو السكواد تبعك، ما بينحسب لحالك. يعني هي 10,000 مو انت لازم تجمع لحالك، انت ورفقاتك. فالموضوع بسيط جدا لو انت ورفقاتك، سهل جدا. تحدي الرفقات اللي هو الاصدقاء يعني اللي بيطلب منك 10,000 دمج، هذا بيعطوك عليه 80,000 اكس بي. يعني الاكس بي تبعه كتيرة وحلوة، مشان هيك بكتروا العدد تبع الدمج وبيكون لازم يكون معك اصدقاء. تمام لحد الان بتمنى تكون عرفت دول التحديات شلون بتصير، لانه دول تحديات جديدة معنا بالنسبة للعبة فورتنايت. اما بالنسبة للتحدي الاخير، التحدي الاخير يا شباب بيطلب منك انك انت تفتح 7 ام بوكس بمنطقة ليزي ليك. يا شباب هذا التحدي سهل جدا، بتنزل بليزي ليك اللي ظاهر امامك وبتفتح 7 امو بوكس او بتفتح 7 صناديق ذخيرة، وهيك انت بتكون خلصت التحدي الاخير. وهيك احنا بنكون كمان شرحنا التحديات كاملين، وما عاد في اي شيء بالنسبة للتحديات تبع الاسبوع الثامن. بتمنى تكونوا عرفتوا شلون بتصير التحديات، لانه في تحديات جديدة بالنسبة لهذا الاسبوع اللي هي بيطلب منك بالفايكل بالسيارة، ولسه في كتير شغلات. لسه في تحدي رح يتسرب معنا انه هو بيطلب منك تمشي بسرعة معينة بمنطقة، وتحدي بيطلب منك تقطع منطقة، وهيك نفس هذا الموضوع رح يكون. رح يكون في كتير تحديات بالنسبة لهذا الموضوع. وهلا خلينا ننتقل للناس الفائزين معنا بالسحب الخاص بالاسبوع السابع. يا شباب انا بكل سحب اسبوعي يلي ما بيعرف بعمل جيف اوي لشخصين على $5 لكل شخص $5. قبل كنت اعمل جيف اوي لشخص واحد على $10، هلا قسمت الجيف اوي من شخص واحد لشخصين. يعني الناس عوض ما تربح $10 صارت تربح $5 ب$5. وانا كل اسبوع بورجيك انا شلون بسحب وشلون بعمل السحب. بفوت على موقع وبحط الموقع وبحط اسمك وبيطلع اسمك بشكل عشوائي. ولكن اختصارا يا شباب للوقت حاليا، يعني انا عم حاول انزل قدر المستطاع فيديوهات تانية على القناة تفيد اكتر. اختصارا للوقت انا رح صير حط لك اسماء الفائزين بشكل نهائي انا وعم بحكي هلا. يعني الناس الفائزين هلا حاليا ظهر اسمائهم. انا الصراحه لاني ما بعرف مين فايز لحد الان، ما بعرف انا مين فايز بتسجيل هذا المقطع، رح اعرض لك اسماء الفائزين اخر شيء. ولو انت حابب تعرف او حابب تشارك بهذا السحب، كل عليك انك انت تحط لايك على الفيديو، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، وتكتب كود دعم بالايتم شوب عندك بفورتنايت نيمو 9 اللي ظاهر امامك، وهيك انت بتكون دخلت السحب. ولازم تكتب لي كومنت عشوائي تحت بهذا الفيديو لحتى اعمل سحب عليه مثل ما هالناس اللي ظهر اسمائهم ربحوا بالسحب. الف مبروك عليكم يا شباب اللي ربحتوا بالسحب. انا لسه لحد الان ما عملت السحب، انا هلا سجلت هذا الفيديو وبعد منه رح اعمل السحب مباشره واحط لكم اسمائهم. الف مبروك عليكم يا شباب اللي ربحتوا السحب، ظاهر اسمائكم ليكم قدامي طبعا رح يكونوا بهذا المقطع. بتمنى تكونوا هيك استمتعتوا بهذا السحب، والف مبروك عليكم كل شخص $5. وان شاء الله اللي حابب يشارك بالسحب الجاي يحط اسمه، يكتب تحت بكومنت عشوائي ويحط لايك للفيديو ويشترك بالقناه ويفعل زر الجرس، كود دعم بالايتم شوب نيمو 9، وهيك انت تكون دخلت السحب وضعك بالسليم وبالتمام. بتمنى يكون عجبكم شرح التحديات، ولا تنسوا تشاركوا بالجيف اوي، هيك انت ونصيبك ان شاء الله. شكرا لكم على الدعم الخرافي يا شباب، وبرعايه الله.